حرقته ترى بحرقه في جايينك بالبيت انا صلي المغرب وجايينك بالبيت هناك عند ابوك طالبنا بشيء نعم اطالبك بشيء الفيديو اللي البارحه اللي تقامز انت وعيسى عليه ابا اعرف وش فيها الفيديو اي فيديو اي فيديو ما عليه هناك عند المدعي العام هناك تعرف وش فيه الفيديو رايح لي انا تكلمني انا هذا وقدام لان اربيعك كم الستر عليه بعد انا مستر عليه هنا يوم اقول لك وين قلت لي ما حد انا شيء خصني ما معك ومن يتابع انت ويا ما انت وياك من يوم تابع انا ويا لك تو اي فيديو الفيديو اللي البارحه اللي تغامز انت وعيسى عليه انا بعرف وش فيها الفيديو تاع قضيتين سويت عليك انا هناك قضيه تستر وقضيه وعليه ابتزاز انت ما رمت اسوي وحده اباهن انت اندبل يكون تنسجن مدى الحياه انت ما اطلع من السجن اعرف فهد هذا الفيديو وش فيه يا ابوي الدنيا وش فيه ومن وين جايب لنا خل انت عنك تو الدنيا ما الدنيا خله سوالف ماشي سوالف هاي ما تمشي ابى اعرف الفيديو وش فيه ماشي فيديو ماشي كم ماشي فيديو حي هذاك البارحه اللعبه المستويه والتعليقات والمغامز انت وياله وش بس الواحد بيضحك يضحك له انت هناك بحك هناك بحك تكرع من الضحك هناك من توصل هناك بحك انت مالك معصب ما بعصبتون انا بعرف يخبرني من وين جايب الفيديو الله يسامحك تي ارسلت لي الفيديو كنت راس النعذري يا اختي انا ارسلت لك فيديوهات وغيره متى ارسلت لك فيديو انا قلت لك يا ابو راشد هذا ولد صغير بتسوان له بلا قلت لي لا هذا الفيديو يعني أباك من عندك الفيديو طالع شو مالك انت يا لسلي تسوالي سوالف بتقني انا عاطنك فيديو متى اعطيتك فيديو توعد. انا متى ارسلت لك فيديو ما فيديو انا توعد نكرت شو نكر؟ ما انت رسلت لك انا فيديو هناك بتعرفه هناك انت لا تسوى لي مشاكل مع ده من ده؟ ما لي اسم انا ده ماشي لي اسم انا ما قاصر مشاكل مبتعد عن المشاكل مبتعد عن المشاكل انا ما يخصر انا متى رسلت لك فيديوهات ما فيديوهات صحيحينك متى رسلت لك اقول لك بسرعك نسيت انت وياه تبوا تفاهم فاهم وانا بشوف هالفيديو هذا وش فيه اي فيديو ما عندي فيديوهات باكر هناك اترياكم باكر شفت باكر انا مره مصلي الفجر هناك وياه شفت شيء من معي انا بس انت اي فيديو انا اعطيتك ما حدني رسلت لك فيديوهات اسمع اي فيديو اسمع وخليناها على شخص واحد بيجي الحكم الحكم قوي بيستوي لكن اذا كنا شخصين بيخف علينا الحكم يعني انا كلها انا شو دخلني ما معي شيء لا فيديوهات لا تبليني مع حده هذا ما يسوى له سبب على طول سيدي ابو مشي يشتكي ما علي ابو راشد ربع تعاونوا يا اخوي مشكلتك وحلها بوحدك انا ما يخصني بشيء لا اعطيتك فيديوهات وانا ما اتواصل معك اقل شيء بنقزر الدوب هناك انا وياك لا والله نقدر ندوب هناك ما يخصني بشيء انا من الحين اقول لك بمشي بروح ما يخصني حق كلمة خير انا اقول لك بعد كلمة خير اضطريتني بدفنك بدل حفرة تشوفها ها انت عدل ما بمشي عدل بعصب كما بعصب وجه انا ما عندك تترى اخباريين انا ما يكم انتو ترى الفيديو فيديو انزي كان فيديو باكر بنشوف فيديو ولا ما فيديو هناك بيبين طووني هالفيديو وش بي انا البارحة الليل ما رقت يا تفكر مريض ما مريض اتصالات يني مشارك وغرب وجه مسوي ولدك وين مسوي ولدك تا انا ما اعرف وين مسوي سبنا صغير عليكم السلام عليكم السلام مرحبا وش علامني انت جيت وين ربي يابا انت تعرف انت امس ما فكرت هذا الفيديو من راسنا لي ما اعرفه والله من راسنا لي انت تعرفه ومن كان عندي يوم انا اسولف عند عيسى ما عندك من كان عندك علي بيني وبينك هو اللي مرسول لي الفيديو على رقم الاعلان مال ويش وهو ارسل لي انا مال ويش خلي عمرك ما تندل انت الفيديو مال عيسى مطرش ليك انت وانت ارسلت لي انا حشيا ولا هو طرش لي حشيا ولا ما حشيا انا اقول لك باكر كلكم بجمعكم كلكم انتوا الثلاثه باكر بجمعكم هنا مالي شغل انا هو طرش لي وقال لي روح عشان اصور انا ما انشا كيف بروح عيسى عشان ما هو هذا التليفون هو التليفون نعم زين هو لك هو راسلنا من راسل هو بدأ من التليفون فيديكم ذنيتكم انا ما اعرف منه انا اعرف باكر هناك انا من التقاني هناك باكر صح انا لي خصني اللي انت اول واحد انت انا شيخ اول واحد وياهم ستر انت انا مستر انا مستر لا نعم انا ما جالس معك ما ياس معي ياس وراي ياس قدامي ما فاهم السالفه ما فاهم هو قال لي انا التليفون هذا تراني بصور انا اقول لك باصل لك الفيديو عشان روعي قنبزوا علي انا روحي ما يهم اما بعد دخل والدي وش مسوي بعرف رقاد ما يعني انا رقاد ترابنا صغير الله يسامحك وش مشاركني في المزرعه انت اشله انت مسؤول عني خذ عن ارنك صبيت عيننا زين
سلامتو باكر ما التقانا هناك. الله يسامحك ابوي والله لا روي فيديو. تعال تعال شو هذا الفيديو مخليني قاف الدنيا انا من البارحه لا ليل لا ليل ولا نهار لا نهار. انا ومن ياسين فكر قلنا يمكن قاتل حق يمكن ضارب حق وهو يحلف مسكين يقوم امشي وشي. هذا الفيديو من راس من راس راسك اطر لك راسك.